القصة يا كابتن وليد ان انت جعلت من مباريات الزمالك كرنفالات، كل مباراة النهاردة كرنفال. القصة مضايقة بعض الناس، احنا ملناش علاقة، جمهورنا بيجي بيشجعنا فلازم احنا نحييه، لازم احنا نريحه، فده اللي اتعمل. فاهمني؟ انا مش محتاج اكون بلعب مباراة نهائية مثلا او بطولة عالمية علشان اعمل كده في الجماهير. دي مباراة في الاسبوع ال11 ولكنها اصبحت حديث العالم، وايضا في نفس الوقت اصبحت كرنفال بالنسبه لجمهور الزمالك. يا كابتن طارق، هو قول لي مين في مصر عمل كده؟ حته ان انت، انا عايز الناس بس تفكر يعني ايه جبت قطر، حجزت قطر وطلعت جمهوري. المعنى كبير، والمعنى مش اي حد يعمله من وجهه نظري. اولا لمشرف مرتضى ومجلس الاداره طبعا قادرين يعملوا اي حاجه. تاني حاجه اسعاد الجمهور وده دورهم. تالت حاجه ان انت مش قادر تعمل زيي او ما عملتش زيي، فبالتالي لازم اقول لك تفكس. اي كلام. بالظبط كده. ده مش جمهور، قالك ده مش جمهور، ده في ناس قالت ده مش جمهور، يعني دول مش جماهير، يعني احنا مأجرينهم، يعني حاجه كده مأجرينهم عشان يروحوا. لا لا، كلام مش منطقي. كلام مش منطقي خالص. وكلام يهمد، لان انت مش عارف تعمل كده، فبالتالي لازم يطلع لك الـ 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 كل المشاكل او يهمدك في الحاله اللي رئيس النادي ومجلس الاداره والجمهور وصل لها، من حاله الفرحه، من حاله ان دلوقتي وصلنا ان بعض من جمهور النادي الاهلي بيقول والله انا مبسوط زي ما كابتن جمال قال. لا، انا شايف ان ده حاجه كبيره جدا، وحاجه تحسب للمشرف مرتضى بصراحه، لان دي ما حصلتش. ان انا اطلع، ما فيش حاجه باص، اطلع ممكن طياره، لكن قطر دي عمرها حصلت جديده. ده الكادر اللي موجود، دول جماهير الزمالك في الاستاد اسوان اللي تحت مني كده، وعلى شمالك فوق بعض القهاوي ومقاهي اسوان جمهور الزمالك بيتفرج على المباراه. اللي مش قادر يخش الاستاد، لان جمهور الزمالك ما شاء الله بالالاف في اسوان. اللي حجز خلاص كله دخل، او معظمه كله دخل وبيخش تباعا. واللي تحت طبعا ده برضو نفس ده في نادي الزمالك. ده في النادي، والله نادي الزمالك طبعا، بعض جماهير اعضاء جمال عموميه بيتفرجوا على نادي على المباراه. يا رب يا رب ان شاء الله يعني يرجعوا سالمين غانمين كل البعثه، سواء البعثه الفريق الاول او جماهير نادي الزمالك.